أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. الفترة اللي فاتت اتكلمنا عن الاستدامة وتأثيرها ايه على القطاع العقاري، خصوصا كمان بعد اتجاه كل الناس دلوقتي للاستدامة. النهاردة هنتكلم عن الاستدامة وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي وتأثير كمان كل الحاجات دي على القطاع العقاري بشكل عام. مع ضيفنا النهاردة الدكتور إيهاب الوجيه، أستاذ الهندسة المعمارية المستدامة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بك يا فندم. يعني يمكن كان لينا لقاء قبل كده، بس خلينا النهاردة احنا هنتكلم، حابة ان انا اتكلم مع حضرتك في البداية واعرف يعني ايه المباني الخضراء او الاستدامة بشكل عام مربوطة بيها ازاي. حضرتك اشرح لنا في البداية ده. اوكي، اولا يعني نمسك ما كونسبت الفكرة بتاع التنمية المستدامة. يعني التنمية المستدامة ان احنا بنوفر للجيل الحالي الموارد الطبيعية، اوكي، بحيث انها بعد كده ما تاثرش على الاجيال القادمه، تمام؟ فده الفكره بتاعه الاستدامه. بنربطها ازاي بقى الخدمات الذكيه؟ ان احنا بنبتدي نجيب بقى ندخل التكنولوجي والكمبيوترز والاتصالات بحيث انها تسهل البروسيس او الخطوات بتاعه الاستدامه دي. وبتبقى يعني في مجال العقاري طبعا بنستخدمها في حكايه، يعني في الكونسبت بتاعه ازاي نخفف الاحمال الكهرباء، ازاي نخلي استهلاك الكهرباء اقل، استهلاك التكييفات، الاضاءه، بنوفر بيئه صالحه متكامله للتعليم. انا حابه حضرتك يا فندم تشرح لي مثلا، انا عايزه المشاهد دي يعني يتخيل الموقف معانا. النهارده انا مدينه مستدامه وبربط ده بالذكاء والتكنولوجيا، بربطه ازاي؟ يعني اديني مثل حي مثلا. اوكي، يعني مثل حي، يعني احنا مثلا احنا يعني زي ما قلت قبل كده ان احنا يعني احنا بنحاول نوفر في الطاقه مثلا. فاحنا بنحاول ان احنا المباني بتاعتها ان احنا يبقى فيها ندخل تصميم الاضاءه الطبيعيه، بنقلل استهلاك الكهرباء. الكهرباء دي احنا بنستخدمها في التكييفات، في الاضاءه الصناعيه والكلام ده. فاحنا في التصميمات بتاعتنا لما بندخل الذكاء الاصطناعي، لو المبنى قائم بنبتدي بيبقى فيه سنسورز بحيث ان هو يتحكم في الحاجات دي، او من البدايه خالص من قبل مرحله التصميم. دلوقتي الاتجاه دلوقتي ان احنا في سوفت وير وبرامج بتعتمد على الذكاء الصناعي انها بتقول لك دلوقتي توجيه المبنى دي، افتحي مثلا الشبابيك ازاي، نوع الماتيريال اللي تستخدمها بحيث انها توفر مثلا في استهلاك الطاقه. المدينه المستدامه لازم تكون مدينه ذكيه؟ مش شرط، يعني في مدن كتيره تبقى مدن مستدامه بس مش شرط ذكية، تمام؟ المدن الذكية برضو، وفي مدن ذكية مش شرط برضو انها تبقى مستدامة، اوكي؟ بس خلينا نقول ان المدن المستدامة بتحاول تستخدم الذكاء، اوكي؟ والمدن الذكية دايما التارجت بتاعها انها تبقى مستدامة. يعني ازاي اربط ما بينهم؟ او يعني يعني هي طبعا بالذكاء الصناعي دلوقتي، يعني لو ابتدينا من البداية خالص من اول ما المطور عايز يعمل مثلا كومباوند ريزيدنشال، مجتمع سكني والكلام ده، بيبتدي يحلل له المباني، يقول له انت محتاج مثلا تعمل مباني نسبه البناء قد ايه، نسبه الارتفاعات، الفتحات بتاعتك قد ايه، بحيث ان انت ما نعتمدش على الحاجات اللي تستهلك الطاقه، تمام؟ ده في مرحله التصميم. في مرحله الاوبريشن بقى اللي هو الاداره بعد كده والكلام ده، دي طبعا يعني احنا حركتنا دايما احنا قاعدين في سبيس، يعني انا وحضرتك دلوقتي قاعدين في استوديو في سبيس، بعد شويه ممكن نروح سبيس تاني. فهي الكوميونيكيشن بين حضرتك وبين السبيس اللي حضرتك قاعده فيه، من ناحيه بقى اللي هو الكومفورت زون، اللي هو بقى انت ايه محتاجه، اضاءه قد ايه محتاجه، تكييف درجه، انت كويس بتحتاجي درجه الحراره دي اللي انت بتحس فيها في الكومفورت. فالذكاء الصناعي بيبتدي ان هو يتعلم من البيهيفير بتاعك، يعرف يشوف انت محتاجه ايه، ويبتدي ينظم ده بالظبط. يبتدي ينظم الكلام ده، وهو ده بصراحه الفيوتشر. يعني في دلوقتي في اجهزه بتلاقي ايه تيرن لايت، اير كونديشن والكلام ده، بس برضو ما وصلش اللي هي بقى مرحلة الذكاء الصناعي أو الماشين ليرنينج اللي هو بيبتدي يتعلم أنت محتاجة إيه، أو كل واحد قاعد بيستخدم الفراغ ده محتاج إيه علشان يحس براحة يعني.